لو الحكاية فيها إن فيتو. ما هو في أسواح الدنيا يعني في بروتوكول بيننا وبين بروتوكول زي سوق غزة، وكذلك في أسواح بتتبني دلوقتي من خلال وحدة تطوير العشوائيات والتنسيق مع القوات المسلحة، يعني سوق الزاوية الحمراء 36 اللي هو 27 من الحرب وحلوان 108. فين السوق حلوان ده؟ اللي هو عزبة الوالدة، في عزبة الوالدة ده. ومنشيط ناصر 48 غير اللي هو بتاع الحرفيين، غير اللي احنا عملناه من 126 اللي هو بتاع الوحيد. لا هو كان محايد وبعد كده نقل حرفيين، نقل فوق عشان الوحيد كان فيه كابلات وبتاع وحاجات زي كده، فمركز معلومات شبكات قال مش هينفع نحول ونعدل، فالمكان اصبح مش هينفع، فادينا له مكان بديل فوق في هضبة الحرفيين. طب السوق التاني فين في المنشية؟ المنشية ده خلص، ده اللي احنا عملناه، المنطقة عملته. فين بالظبط في المنشية؟ في المرحلة الرابعة اللي هو السوزان. كم بك كده؟ ده 126 و4 دورة المياه، يعني حوالي 130. 130 بك، ده غير بتاع الحرفيين. الحرفيين لسه ما تسلمش، الحرفيين 48. في السلام تاني اللي هو في المفارق، في عين شمس، وفي المقطم اطلس، وفي سوق الاحلال في عين شمس. ايوه صح كده؟ وعندنا في بقى اللي لسه هنعمله، هو معمول بس هيخش التطوير زي مصر الجديده سوهاج وعابدين. حي مصر الجديد، ايوه سوهاج، اسمه سوق سوهاج. ده فين سوق؟ محتاج تطوير، هو موجود وشغال بس محتاج تطوير. فين سوق سوهاج؟ في حي مصر الجديد. فين في مصر الجديد؟ ادور عليه. اصل في مصر الجديد عمري ما سمعت عن سوق سوهاج ده. لا ما بتشتريش خضار. يمكن ده اللي هو عند شارع السبع. أيوة. الناحيه الثانيه. ايوه هو ستيل في جسر السويس. لا هو ستيل وحاجات زي كده، يعني حديد. في المقطم بتاع الشيماء محتاج تطوير، سوق ارض الفرج وهكذا. دي اسواق تطوير وفي نفس الوقت بينا. بس دي اسواق يعني ساعتها قليله، دي مثلا ايه بتحل مشكله داخل كل حي. طبعا صح. وفي حاجه، ما هو الاسواق ديتي هتحمي الحي من احتلال الارصفه. طب مثلا بالنسبه مثلا الاسواق الحضريه الكبيره زي اللي هو السوق في 15 مايو اللي المحافظه بتبنيه. سؤال جميل جدا. وهتسمعي اجابه اول مره تسمعيها. احنا نسقنا مع هيئه المجتمعات العمرانيه بحيث ان يبقى في بروتوكول بيننا وبينهم. فهم يوافونا بكل الاسواق اللي بتتبني في المدن الجديده زي العبور 15 مايو، بدر، ودونا السوق كان باكي او حاجات زي كده، واحنا نعاون في تسكين برضه للتخفيف من حده الباع الجوي. حضرتك مش شايف ان البائع مثلا واقف مثلا في رمسيس مثلا ولا في العتبه، تيجي تنقله بدر او مثلا تنقله 15 مايو يقول لك لا ده انا بعد ما كنت في نص العاصمه هروح حته بعيده. لا هنقول له ان حرمه الطريق وحرمة الرصيف مسؤوليتنا، وممنوع منعا باتا ان اي حد يعتدي على حرمة الرصيف. طب حددتوا يعني لغايه دلوقتي في مثلا مكان على الساحه تنقلوا فيه بتوع رمسيس فين مثلا او بتوع العتبه ولا ايه؟ في المكان بس مش هقول لك. بتوع رمسيس ولا بتوع العتبه؟ بتوع رمسيس. طب احمد حلمي؟ مش هقول لك. طب امال مين هيتسكن في احمد حلمي؟ مين هيتسكن في احمد حلمي؟ انت برضه نفس السؤال. مش انت يبقى ده الشهر ده. ليك شهر بتسالي نفس السؤال وبتاخدي نفس الاجابه. طب العتبه برضو ما حددتوش؟ لا العتبه ده موضوع تاني. احنا العتبه نقلنا جزء منهم في غزه 122، قلنا لان هم كانوا 400 اللي حوالينا المصر، قلنا طب احنا هنوفر لكم مكان ل 300. ال 300 دول ما فيش مشكله انكم تروحوا الترجمان. رفض الترجمان فبداوا يتسربوا في اماكن تانية. ال 122 لما اتحط حجر الاساس وبقى هنبدا نبني فيه سوق الزاويه الجديده، وهو ان شاء الله ياخد في حدود 3 اشهر وهيبقى سوق يعني حضاري بتكلفة
فعالية حوالي هيسع كم بيع مثلا؟ هو 27 مليون التكلفة. هو 27.3 مليون تاني موضوع الكهرباء والطاقة الشمسية وبتاع 30 مليون. لكن كم بيع مثلا؟ 2500 تقريبا. هتاخدوا ده البياعين جداد ولا دول بتوع سوق غزة هتفرغوا شوية من سوق غزة وتحطوهم في السوق ده؟ في 122 موجودين ولا بد ان احنا ناخد برضو جزء من بتوع الزاوية الحمراء ونكمل عليهم. طب الترجمان حضرتك شايف ان هي مثلا مع التجربة عدى عليها شهور نقلت البياعين بتاعت وسط البلد ممكن في بعض الاحيان يعني بيتسبسبوا وبيتم القبض عليهم، هل حد شايف ان الترجمان فعلا ده حل عادل لبياعين وسط البلد؟ يعني مثلا بيروحوا يقولوا لا ده احنا ما بعنيش، ما فيش زباين عندنا، ما خلاص ما بقى بيتنا خرب، الحكومه مثلا ضحكت علينا، كل ده بيبقى كلام البياعين. ما فيش مشكله، هو هم برضو يعني انا بلوم عليهم في جزء كبير جدا لان هم كانوا متهيألهم لما يقولوا الترجمان فاشل والترجمان ملوش لازمه والترجمان مش عارف ايه خلاص رجعوا تاني، ده هيرجعوا تاني وسط البلد. لا يمكن. طب حد شايف ان الترجمان فعلا مكان في حركه بيع وشراء؟ الترجمان احنا قلنا ان ده يعتبر مكان بديل مؤقت وبالتالي لابد من تضافر جهود احنا وهم علشان يبقى ناجح، هم مش عاوزينه يبقى ناجح. طب هما هينجحوه ازاي؟ من هو اللي بيفرش وفي نفس الوقت برضه هو اللي هيتأثر وهو اللي هيضر. طب اما لما هو ما كانش ناجح الاقبال الرهيب ده في المعارض في الاول كان ليه؟ يمكن عشان يحجزوا بس في عبور التلج. يعني هو اعتبر ان الترجمان ده ما هو الا بوابه عبور لي بس عشان ياخد المحل اللي يبيعه بمليون جنيه في عبور التلج مثلا. وفي نفس الوقت لما حجز وخد كارت ما فلش جري، قلنا له لا اللي جري ملوش. طب لسه في ناس متمسكه بالترجمان وناس اتكلت على الله. الحكومه قامت بكل ما في وسعها لتنجيح لانجاح السوق. طب حد دلوقتي السرافيز اللي قيموا ازاي؟ يعني نجحت التجربه فعلا ولا حضرتك شايفها ازاي؟ نجاحها متوقف على الحكومه والبياع، ما يبقاش طرف واحد. طب في بياعين كتير يعني اللي يروح الترجمان دلوقتي يلاقي باكيات كتير مفيش مثلا ناس واقفه فيها. في بياعين خدوا نمر زي ما حضرتك قلت وما جوش فرشوا. ففي مثلا حصل كام بياع خد نمر منكم في الاخر؟ النص 50% من عند فتحه المترو ويروح شقه الزبون محجز عليه عامل مش عارف وهكذا. لكن طب هو ده لو فرش هناك يعني حضرتك شايف ان هو ما فرش فهو ده عشان كده ما جابوش الزبون؟ ما احنا قلنا برضه مش كله بنسبه 50% تقريبا. طب اللي فرش هناك بيجي له فعلا زبون؟ بيجي بس هو الزبون احنا هنا في مسمى اسمه 3 اضلاع قلناه قبل كده. الضلع الاول السعر. الحته دي بكام؟ ب10. لو هي ب7 هتلاقي مليون واحد جاي ياخدها ب7 حتى ياخد ويبيعها ب8. رقم 1 السعر، نمرة 2 الجودة. جودة السلعة، نمرة 3 المعاملة. اللي يروح هناك ما يبقاش فريسة ليه. يعني البياع برضه متوقف على نجاح الترجمان. صح كده؟ بالظبط. طب إلى أين بقى أجد لا نجاح الترجمان متوقف على البياع قبل الحكومة. طب الحكومة عملت كل اللي عليها؟ هو لو بيعرض منتجات كويسة وسعر ما هي نفس التجربة. احنا نقلنا سوق غزة وبين السورين ونقلناهم بورسعيد. بين السورين دول اللي هم الأول اللي كانوا في العتبة. نقلناهم بورسعيد. طيب اشمعنى بقى بورسعيد حلو دلوقتي؟ لأن هم نجحوا، لأن هو رايح ببضاعة كويسة ومنتج كويس وسعر كويس. فزبونه ما تاهش عنه. والترجمان مش بعيدة، حضرتك شايف إن الترجمان كمان الترجمان فيه كل مقومات النجاح، والحكومة بذلت قصارى جهدها لإنجاحه والدور على البياع نفسه.